الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين بيده مقاليد الأمور سبحانه أوصانا فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم الرحمن الرحيم ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين
وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، في مثل هذه الأجواء المؤقرة العاصفة الباردة، نتذكر إخواننا في سوريا وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين الذين شردوا من بلادهم وأخرجوا من ديارهم وهم يعيشون الآن في الخيام وبلا مأوى يكنهم من البرد والمطر. أولئك أبناء ديننا، أولئك أبناء جلدتنا، أولئك فلذات أكبادنا، دمهم دمنا وأرواحهم أرواحنا، إذا عطشوا عطشنا، وإذا جاعوا جعنا، وإذا أصابهم القر والبرد بردنا معهم. نشكو إلى الله من ظلمهم، وندعو المسلمين إلى نصرتهم ورفع الظلم عنهم، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل لمن يحرق أطفالهم ونساءهم وعجائزهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل لمن يدمر بيوتهم عليهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل لمن يتكالب ويتآمر عليهم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. نبشرهم كما بشرهم الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا مؤمنون، يا مسلمون، اعجبوا معي، اعجبوا معي، فإن الله سبحانه ينزل الماء من السماء رحمة بالبهائم التي لا تعقل ولم تذنب. يقول صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا، فغيث السماء لا ينزل من أجل من يسفك الدماء، وغيث السماء لا ينزل لمن لا يحتكم إلى شرع الله، وغيث السماء لا ينزل للزنا وأكلة الربا، وغيث السماء لا ينزل لمن يعتدي على شعائر المسلمين ويعمل على منعها، وغيث السماء لا ينزل من أجل العصاة. سبحانك ربي، سبحانك، البهائم لها قدرها في ميزانك، والعصاة المجرمون لا وزن لهم عندك. فهذا أنت تقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فاللهم إنا نعتذر إليك من معصية العاصين، ونعتذر إليك من ضلال الضالين، ونبرأ إليك من كفر الكافرين ومن شرك المشركين، ونبرأ إليك يا ربنا من شؤم المعاصي التي تصيب البهائم من غير ذنب أذنبت، فالحبارة تموت في وكرها من ظلم الظالم، والبهائم تلعن العصاة من بني آدم
إذا اشتدت السنن تقول من شؤم معصية بني آدم. فاللهم اجعل ما ينزل من السماء بيتا ولا تجعله مطرا، واجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. يا عباد الله، أمران بسببهما يمنع الله القطر من السماء، ويكون الجذب والجوع، نقص المكيال والميزان، ومنع الزكاة. فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تتركوهن. وذكر منها: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقذوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يا مسلمون، يا مؤمنون، نقص المكيال والميزان له عقوبات ثلاث: الأخذ بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان. ونقص المكيال والميزان هو التطفيف، فإن كان الأمر لك استوفيت حقك كاملا، وإن كان الأمر لغيره دخسته حقه. والتطفيف الذي هو نقص المكيال والميزان لا يقتصر على البيع والشراء، بل يشمل كل تطفيف. وقد توعد الله المطففين بالويل، وهو عذاب في جهنم، فقال: ويل للمطففين. فالتزوير والاختلاس وغش الناس في معاملاتهم تطفيف ونقص من المكيال والميزان، وإنقاصك من صلاتك ووضوئك وعدم إتمامهما نقص من المكيال والميزان، وتقصيرك في تربية أولادك وتأديب زوجتك وعدم إحسانك في وظيفتك وصنعتك إنقاص من المكيال والميزان. وظلم المجتمع الدولي لقضيتنا تطفيف ونقص من المكيال والميزان، وانشغال العرب والمسلمين عن المسجد الأقصى ونصرته تطفيف ونقص من المكيال والميزان. وهذه بعض الأمثلة، وقيسوا عليها أعمالكم كلها. فإنقاص المكيال والميزان ديدا الناس جميعا في هذا الزمان، فكيف ينكروا ويغاثوا بماء السماء؟ يا مؤمنون، وأما منع الناس زكاة أموالهم فهو السبب الثاني في الجذب وحبس السماء ماءها وخيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وأعلق هنا فأقول: لو أخرج أغنياء المسلمين في العالم زكاة أموالهم كما أمر الله وأعطوها لفقراء المسلمين، لما وجدنا فقيرا ولا عائلا فيهم. بل أقول أصرح من ذلك: لو أخرج تجار الخليل ونابلس وأغنيائهما زكاة أموالهم كما شرع الله لأغنت كثيرا من أبناء شعبنا، ولو قل لأغنت فقراء شعبنا في فلسطين لما تجاوزت الصواب. فكيف ينظر ربنا إلينا برحمته ويمن علينا بنصره؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا عباد الله، التوبة من هذه المعاصي وغيرها، والاستغفار بقلوب صادقة رجاء الرحمة
ونزول الغيث هو سبيل إلى نزول الغيث من السماء بفضل الله ورحمته، كما قال سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاستغفروا الله وتوبوا إليه من المعاصي كلها. وليس الاستغفار باللسان فحسب، وإنما الاستغفار بالأفعال. فأقلعوا عن المعاصي ثم استغفروا الله عز وجل، فتوبوا إلى الله من تضييع الصلوات والأمانات ومن انتهاك المحرمات ومن المعازف وعلو أصواتها في بيوتكم وحاراتكم وأسواقكم وأعراسكم. وتوبوا إلى الله من الدياثة وترك الغيرة على الأعراب ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات. حذار حذار من عقاب الله، فإنه ينزل فيصيب العاصين لمعاصيهم والصالحين لسكوتهم ورضاهم. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا مؤمنون، قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو يعاقب الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: كاد الجعل يعني الصرصار يعذب في جحره بذنب ابن آدم. فاللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله ملاما للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وشر الأعداء، عن القدس وضواحيها وعن فلسطين كلها وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سوء آثار المعصية، فقال: إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، ومن سخط الله حبس القطر. فتوبوا إلى الله واستغفروه وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وأفاق عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بعض الناس لا يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر، وقد سمعت بعضهم يقول: المطر ينزل بجنون، وهذا جهل. فعند نزول المطر يستحب الدعاء والذكر، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت البطر. وإذا سمع المسلم الرعد يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. وإذا هاجت الريح يدعو المسلم ربه قائلا:
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أيها المؤمنون، إن واجب المسلمين وحقهم عليكم عند نزول المطر وسوء الأحوال الجوية أن تكونوا إلى جانبهم، فما أعظم الأجر الذي يناله من يسعى في قضاء حاجة المسلمين ويفرج كربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: نافسوا في المكارم وسارعوا في المبارم، واعلموا أن حوائج الناس من نعم الله عليكم، فلا تمنوا النعم فتكونوا نقما، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وإن أعفى الناس من عفى عمن قدر عليه، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين. فيا عباد الله، تفقدوا جيرانكم وأحسنوا إلى أقاربكم واقتربوا من إخوانكم وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشرك بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم ليس لهم إلا أنت يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم على ما ظلمهم وعاداهم. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن دينك ويقاتلون عبادك المؤمنين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يرجونك. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل شر وسوء، وارزقنا الرواق فيه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وأنت يا أخي الكريم يا مقيم الصلاة أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. من الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا، أسلفنا وأسلفكم الله. سووا الصفوف وسدوا الفرج، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. افسحوا لإخوانكم أن يدخلوا إلى داخل المسجد، وأن الكرام في الساحات في أماكن شاسعة في المصلى المرواني في الأقصى القديم. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بالحكمة والموعظة الحسنة،
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.